أهلا بكل المشاهدين وبزملاء داخل الاستوديو. إذا بالحديث في أواخر رمضان عن أجواء العيد داخل مدينة مصراتة، نتحدث عن أجواء داخل الشوارع، داخل خيام الألعاب التي تكتظ بالألعاب وبالمواطنين الذين يشترون الألعاب لأبنائهم في شهر رمضان المبارك، كذلك تردد المواطنين على المولات ومحال الملابس والأسواق التجارية. هذا أبرز ما تتميز به مدينة مصراتة أو كغيرها من المدن الأخرى بالنسبة لأجواء العيد. أيضا بالنسبة لباقي الخضروات وباقي المحال الغذائية، هناك انخفاض بسيط في أسعار الغذائية وأسعار الخضروات كعادتها. طبعا في أواخر شهر رمضان هناك انخفاض في الأسعار. بالحديث مرة أخرى عن الملابس، هناك العديد من المواطنين الذين التقيناهم في هذا المحل التجاري الذين حدثونا على أنه مثل ما كان الدولار بتسعة دينار مثل ما كان بستة دينار، هي نفس الأسعار التي معروضة الآن في الأسواق. للحديث أكثر على هذا الموضوع معي الآن أحد المواطنين لنأخذ منه هذه التفاصيل وجملة من التفاصيل الأخرى. نعم، مرحبا بك. اهلا وسهلا بك. بالنسبة للأسعار السنة خير من السنة اللي فاتت ومنخفضة، والعائلات مثلا كل حاجة متوفر، كل شيء زي الحليب زي الغذائية زي الملابس، الأسعار زي المتناول للجميع، قصدي ما فيش حاجة غالية. والسنة هذه نحسها في أمان، والحكاية العائلات متريحات، قصدي حتى يمشوا للشارع ولا يمشوا للمحلات ولا ما فيش لا مضايقات ولا في كلام زايد ولا في قبل في شويه، لكن السنه ما شاء الله، قصدي نشكر رجال الامن بالكامل، شكر خاص ليهم، تحيه ليهم رجال الامن على سبب موفرين الامن للبلاد وموفرين لجميع العائلات، قصدي الطريق والواحد بالنسبة لي بشكل عام، يعني أسعار الملابس كيف تشوفها الآن؟ أسعار معقولة، تعتبر مش غالية غالية، مش رخيصة رخيصة، ما هي أسعار وسط، معناها يعتبر باهية. طيب داخل مدينة مصراتة أجواء العيد والتجهيزات للعيد كيف تشبح في جملة هذه التجهيزات الآن؟ والله بالنسبة للعيد فرحانين مواج، قصدي السنة هذه يعتبر أفضل سنة، معناها خير من السنة اللي فاتت واللي قبلها، وكل سنة خير من سنة هي إن شاء الله. الله يرحمك، شكرا لي. ونحيي الشعب الليبي بالكامل بمناسبة عيد الفطر، ونحيي جميع كافة ليبيا، رجال ليبيا بالكامل، وعاشت ليبيا حرة أبية من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب إن شاء الله. شكرا لك. وإن شاء الله ربي يهدي البلاد والعباد إن شاء الله. يعطيك الصحة. إذا هذه أبرز ما تتميز به مدينة مصراتة في أواخر شهر رمضان المبارك، وبالحديث أكثر عن هذه الموضوع أو عن جملة هذه المواضيع التي تكون مطروحة في نهايات رمضان وفي استقبال العيد، هناك العديد من اللقاءات التي أجريناها وتتشابه في الآراء. إذا مشاهدينا، هذه عودة لزملاء من داخل الاستوديو في ختامها إلى اللقاء.